فراح نروح اليوم ورح نسلط الضوء على فقرتنا اللي هلا بدنا نحكي فيها، مفاهيم اساسيه بعلم نظام اداره الجوده ونظم اداره المتكامله وصوره تطبيقها بظل ازمه فيروس كورونا. شو التطلعات وما هي الرؤى المستقبليه للصناعه؟ اسئله راح نناقشها مع الاستاذه نتالي الطويل، استشاريه اداره الجوده ونظم الاداره المتكامله. رمضان كريم واهلا وسهلا فيك. صباح الخير، رمضان كريم، ينعاد عليكم بالخير يا رب. يسعد صباحك، ينعاد عليك يا رب. يا نظام هلا. إدارة الجودة، خلينا نفهم أكثر عن هذا المصطلح والمفاهيم المتعلقة فيه. تمام، لما بنقول كلمة نظام فنحن بنعني السيستم اللي هو عبارة عن مجموعة من العناصر المترابطة والمتفاعلة مع بعضها، بحيث أنه هالمجموعة من العناصر بتساعد المنشأة سواء كانت خدمية أو صناعية أنه تشكل لنا بناء أساسي بالنسبة لتعليمات العمل اللي عندهم، بالنسبة للبروسيجر الإجراءات لتشكل الأهداف اللي عندها. طبعا لما بنقول كمان نظام الجودة اللي بنسمع كثير فيه اللي هو الايزو 9001، اكيد بتسمعوا فيه ايزو 14000 45000، مجموعة من المتطلبات لمواصفات معينة. طبعا بيعني هذا النظام انه هو عبارة عن مجموعة مواصفات بمتطلبات معينة، هالمواصفات بتعنى بالامور الخاصة بالمنتج وبتعنى بالامور كمان الخاصة بالخدمية كمواصفة جديدة اصدار الخامس. من المفاهيم اللي كثير بنحكي فيها كمان بعلم الجوده هو البروسيس اللي هي العمليه، فبتلاقي دائما بنحكي العمليات والانشطه بالمنشات كمان الصناعيه او الخدميه. طبعا البروسيس بتعني انه هي عباره عن مجموعه كمان من الانشطه بس فيها انبوت واوتبوت، يعني مدخلات ومخرجات. ومنلاحظ انه هالمدخلات والمخرجات ببين انه بينات ترابط هالعمليات مع بعضها، بحيث انه بيكون مخرج عمليه تلاقي مدخل لعمليه ثانيه للوصول اخر شيء للمنتج اللي نحن بنريده. كمان من المفاهيم اللي كثير بنسمع فيها بيقول لك مثلا مطابق للمواصفات غير مطابق للمواصفات. كلمه مطابق هي الكونفيرمتي، يعني الاستيفاء، هل يا ترى هالمنتج مطابق للمواصفات المطلوبة؟ ودوما بنقول اللي بيحدد هالأمور المواصفة من جهة، من جهة تانية طبعا الكاستمر اللي هو الزبون، بمعايير معينة وبمقاييس معينة بتحددها. طبعا عنا هيئة المواصفات، مثلا عنا المواصفات العالمية اللي هي مثل الآيزو. هالأمور من الأمور اللي كمان كتير بنحكي فيها الهدف بالمنشآت. عنا الهدف اللي هو لازم يكون له خصائص معينة، يكون سمارت. معنى كلمة سمارت الهدف الذكي، بس سمارت اشتقت من عدة أحرف، أنه أول شيء يكون محدد specific، يكون measurable مقاس، يكون achievable يعني قابل للتحقيق تماما، و responsible نحدد المسؤوليات، وآخر شيء محدد بفترة زمنية. في عنا تعريف كثيرة كمان من الأمور اللي كثير بنحكي فيها اللي هي ضبط الجودة ومراقبة الجودة. فبتسمعي كمان كواليتي كنترول، والكواليتي كنترول اللي هو عباره عن مراقبه العمليات من الـ A to Z اللي هي بتتعلق بالمنتج as a product يعني، وبالاضافه لضمان الجوده اللي هو الكواليتي اشورنس. هدول كلمات اختصاصيه بعلم الجوده اللي هو بيعطي الثقه انه هذا المنتج مطابق للمواصفات ويتعلق دوما بالبروسيس بالعمليات. تمام. خلينا نحكي شويه لكن عن اداره الجوده بظل ازمه كورونا. قد ايه مهمه هي اداره الجوده، وخاصه نحن بنعرف انه كثير في يمكن منشات صناعيه يمكن اختلف عليها نظام العمل او توقف. تماما. العديد من المنشآت الصناعية اللي طبقت نظام إدارة الجودة بشكل فعال وصار لها رائدة بهالأمور، قدرت أنه إلى حد ما نقول تخفف من هالآثار من السايد إفكت لموضوع أزمة كورونا بسبب عدة أمور. أو الأولوية بهالأمور اللي هو وجود البريفنتيف أكشن اللي هي الأفعال الوقائية. فبتلاحظي عندنا مثلا اللباس الخاص بالنسبة للعاملين اللي هو محدد مثلا بالكفر هيد، مثلا بالجلوفز، بالجلاسز، النظارات، الكمامات. فطبعا مع الخصوصية لكل صناعة، يعني بتلاحظي في صناعات مثلا دوائية أو صناعات لنفرض غذائية بيكون الإجراءات الاحترازية فيها أعلى طبيعي. فمنلاحظ هي من ناحية اللباس قد خففت من انتشار هالوباء عنا وعطت حماية للعامل من طرف وللمنتج اللي بيتعامل معه من طرف ثاني. ثاني شغلة وجود عندي التعليمات اللي هي
Work instruction تعليمات العمل. تعليمات العمل اللي ممكن تلاقي كثير بالمعامل بيتبعوها خصوصا بنظم الاداره واداره الجوده خصوصا. عندنا الورك انستراكشن خاصه مثلا بالتنظيف، خاصه بالتعقيم مثلا، كيفيه التعامل مثلا مع موضوع التلوث المتصالب اللي بنلاقيه كثير بالمنتجات، تلاقي عمليه تنظيف القسم لا يستقبل تحضيره او لا يستقبل عمليه انتاج المنتج الجديد. فهذا كثير ساعد هالامور، وجود سياسات الجوده المضبوطه عندنا بالصناعه عندنا، فهذا كثير بخفف جدا من انه ينتشر الكورونا خاصه بالمنشات الصناعيه عندنا. خلينا نحكي قد ايه يمكن الظروف بتفرض نفسها على معايير الجوده والرؤيه المستقبليه كمان بالنسبه للمنتجات كمان من حيث الجوده. تماما. هلا من الظروف الاساسيه كانت موضوع كمان ازمه كورونا، ساعدت هالموضوع انه تظهر امور الجوده بشكل اوضح واهميتها خاصه عندنا بالمنشات سواء الصناعيه او الخدميه. بالماضي او بالفتره القديمه بتلاقي الشخص بده مثلا ينشئ منشاه بيهتم بالبنى التحتيه، بيهتم مثلا بالعمال الموارد البشريه الخاصه الموجوده عندهم، بيهتم انه يحط افضل تجهيزات افضل مواصفات، وبينسى موضوع بناء نظام الاداره واللي هو جدا اساسي بالنسبه للرؤيه المستقبليه خاصه بظل نحن الميزة التنافسية اللي صارت عنا. نحن منتجاتنا الصناعية السورية أصبحت فعلا تضاهي المنتجات العالمية، فوجود هالنظم الإدارة والإجراءات الضوابط اللي حطيناها اللي حكينا عنها بالنسبة للكونترول والأشورنس الضبط وضمان الجودة اللي عنا إياه، خلى هالمنتجات تعطي بصمة وميزة تنافسية وقدرة إنتاجية عالية مو بس عنا بالمستوى الداخلي كسوق داخلي، حتى ممكن إنه عم تفتح لنا أسواق تصدير إن شاء الله دائما لتثبت وتحط بصمة إنه صار عنا منتجنا السوري فعلا هو منتج يضاهي المنتجات العالمية لاتباعنا بهالإجراءات. لكن خلينا نعرف شو هي الرؤية المستقبلية، كونك يعني عندك هي الخبرة بإدارة الجودة بالنسبة للصناعات بموضوع الجودة، وخاصة عم نعرف أنه يعني مثل ما قلنا الصناعات السورية وخاصة الحرفية إلى بصمة كتير مميزة. خلينا نعرف واقع المنشآت والمعامل أيضا هلأ كمان عم ترجع تشتغل بمحافظة حلب. تماما. الواقع هلا صار في تطور كثير عالي، صار في رؤيه خاصه بعد مثل ما بنقول مرقنا فتره الحرب وهالامور، رجعنا مره ثانيه لنستعيد نشاطنا. لاحظوا الصناعيين جميعا سواء صاحبين منشات مثل ما قلنا الصناعيه والخدميه، لانه كل مواصفات الجوده تعنى بالشقين بالخدمي وبالصناعي. فلاحظوا بالمردودية العالية مثل ما قلت لك، الإنتاجية مثلا زادت، عنا أمور داخلية كتير اختلفت عندهم، عندك رفع مستوى الأداء للعاملين، صار عنا تقليل بالهدر، تقليل من العيوب الأخطاء، المشكلات اللي ممكن أنه تواجه أي قسم أو أي شخص صناعي مثلا. فلاحظنا أنه بلشت بتطبيق نظم الإدارة وإدارة الجودة، لاحظوا أنه ممكن هذا المنحني ينخفض مثل ما قلت لك، مثلا تقليل الوقت الضائع، بنلاحظ العمال مثلا باي منشاه تكراريه العمل هذا كله خف، لانه انت صرتي عندك شيء اسمه فلو شارت. هالمخطط العمليات اللي انت بتحطيه بالنسبه للمنشاه بتخلي العمليه محدده بتسلسل از بروسيس، فهالعمليات بتصير عندك 1 2 3 ستيبس. فهالمخطط بيساعد انه اول شيء عدم هدر بالوقت، عندك عدم هدر بالمواد، عدم وجود اخطاء مثل ما اتفقنا، وجود الافعال التصحيحيه بحال حدوث اي خطا، نحن بنضمن بنظام الاداره الفعال انه عدم تكرار هذه الاخطاء اولا وتصويبها بالشكل الصحيح كافعال. هي من الناحيه الداخليه. من الناحية الخارجية مثل ما قلت لك ميزة تنافسية، فتح أسواق كثير كبيرة نحن بالنسبة لمنتجاتنا إن شاء الله. وإن شاء الله دوما منتجاتنا عم تعطي بصمة دوما بأي بلاد، بتلاقي القطن السوري مثلا، المواد الغذائية وين ما عم بيفتحوا فعلا عم بيعطي بصمة كمنتج سوري له وقعه وله صدى. أكيد هذا الشيء مدام نتالي نحن أكيد بنفتخر فيه كسوريين، دائما اسم سوريا بالعالي بمختلف المجالات خاصة المنتجات يلي مثل ما قلتي يمكن هي اسمها متميز وعم تتربع دائما بالقمة. شكرا لك. صحيح. أوكي. شكرا لك ولكل المعلومات اللي عطيتينا إياها عن إدارة نظم الجودة وخاصة بأزمة كورونا، إن شاء الله بتمروا على خير. شكرا لك ورمضان كريم. رمضان كريم ينعاد عليكم بالخير. شكراً.